بعد ما فتحته هون عرفت شو الرحب. تعال نختار اول اذا بدي اعمل مهم جدا احاول احافظ على رحب وخاصه الجوفا اسف احيد. اذا بطلع انا على كل الصور بدي اشوف مين اطول صوره عشان اخذ الرحب تاعه يكون الرحب تاع الكل عشان تفوت الفريم بقلبها. اذا انا بطلع انه تقريبا كلات نفس العلو اذا ملاحظين مزبوط اللي هو الطول السبرايت. باجي هنا باخذ انا ليتر بتاعهم باخذ بيكسل لفوق مربع لفوق اكثر. اذا بدك لدرجه بيكسل تقدر كداي تكبري اكثر الشاشه وانا بكبرها انا كمان اكثر الصوره. ببلش انا من هون يا اخذت تقريبا بيكسل قديش بدي اخذ. بدي اعمل انا عرض اللي ينقسم على 1 2 3 4 5 6 بدون باقي. واضح؟ تعال ناخذ قد صرنا 100 630 بينقسم على 6 630 بينقسم على 6 مزبوط. لا انا بدي الرحب 630 بينقسم على 6 مزبوط. واضح؟ بقدر شوية شايفين شغلة مش هينة. اخدتها اهو طريقة بدي اعالجها لحالة السلا بدي اعالجها لحالة بقصها او بنسخها. بديش اقصها خليها موجودة. بدي اعملها اعطيك كوبي فايل نيو بعمل اشي جديد. انتبهي طلع بس عملتي نيو شوف شو يعمل. اعطاني صفحة جديدة بنفس المماديم اللي انا قررتها هون اللي هي 100 من 630 على 129 مزبوط. بعمل اوكي. ممكن يكون انا بحتاج اكثر من سيكونس لصوره واحده عشان اعمل سبرايت واحد اكثر من سيكونس. انه السيكونس لازم يكونوا تابعين لصوره واحده. فاذا بدي اكثر من سيكونس بدي احط كلياتهم على صوره واحده. هسه بنشوف كيف. اللي بدي اياه تنتبه له انه دغري انتبه لايش انا نسخت للروح اللي نسخته وكتب لي اياه دغري هون. ما كتبوش انا بحطه 630 اوكي. هاي صفحه باجي بعمل عليها هاد بيك. هاي عملتها. انا متاكد انه هذول هسه بنقسموا على قد ايه على 6 صح. بس اذا بنقسمنا على 6 قد ايه بيطلع 105. بس احنا شفنا انه 108 هو الاحسن ولا لا؟ كيف 648 ولا اي مشكله. طلع شو بنعمل ايمج ريسايز 6 4 8 اوكي صدر. هاي وسعتها شوي بيكسل مش القد ببين الفرق. ولكن اذا بدكم وقت القص قص اكثر كمان. هسه مهم جدا اني اجرب هل بيتحلكت ولا لا. بدي دائما يكون في نوع من التجربه او بدك تعدي وتشوفي وين بتنقسم كل صوره. اوكي هاي كمان شغله خلينا نحفظها عشان نبلش نشتغل عليها. هاي الصوره اللي انا بشتغل عليها. بعمل انا هنا سيف از بنفس المحل بسميها برولي 2 سيف بي ان جي. بختار يكون اقل شيء 15 كيلو ممتاز. اوكي باجي على النت بينز كانسل بعمل جيم ديزاين بعمل كريت سبرايت برولي 2 اياها. طبعا انا هنا بدي اياها كلها. انا بس بدي اشوف الرحب 108 اياها. اذا ملاحظه 108 وين عندنا مشكله بتميزي وين عندنا مشكله بس الايد هاي. هذا بدي ازيحه انا كم بكسل لورا او بقصر له ايده. واضح؟ مع انه بقدر افتر عنها بس
عشان يكون الشغل اليوتيريا فيه، بروح على الرسام كما مرة على البينتر هذا، بدي أزيح هاي الصورة لحالها، شو بعمل؟ بقصها لحالها. باجي هون في عندك هنا موف سيلكت بيكسل شايفينها، تعصي هون بالأسهم بتقدر تزحيها عشان ما بالفارة بتجيش دقيقة، ممكن تطلع معك وتنزل على الأسهم. بستعمل هاي زحتها ممكن 4 بيكسل، بعمل سيف، شايفين بعمل سيف بهاي المرحلة، بروح على النت بينز وبفوت على الجيم ديزاين كريت سبرايت، نفس الاشي برولي، بروح انا على 108. اوكي زاحت شوي مش كفاية مزبوط، هيك بدي بلش اعمل هذا الدافكا يعني. هاي هذا حيلك هوين على فكرة اللي انا اخدته، بكمل هون بزيح. اوكي سيف، بنروح على النت بينز، بده يكون دائما في عندك تجربة في كل مرة 108. هو بحط يوتير مقبول، لا اذا بدك بتمحي طرف الايد وطرف الاجر من جاي عشان ما يقعدش يبين لا انه هاي الايد بطرف هذا، مع انه صغيرة جدا مزبوط، بتقدر تمحيين يعني، بتقدر طرف الكندرة وهذاك الراس. بروح على البينت، باخذ انا عارف، تعال نكبرها اكثر عشان يبين ماماش مستوى بيكسل، تطلعي ماماش شايفين مستوى البيكسل. باخذ انا هون محاي صغيره، بمحى هذول اللي هون وبمحى هاي اللي هون، صدر ما يمكن احتاج امحى كمان نتفي، كنترول زد رجعتن عشان ما تزعلش معي. هاي محيت بيكسل واحد، وهون كمان نعرف لا نرقى لي هون بكفي، هاي كمان نتف صغيرة. تعال نشوف شميرة قديش بقدر اكبل لدرجة بيكسل واحد، كل خلية عبارة عن بيكسل، كل مربع هيك شميرة. نفس الاشي نت بينز كانسل كويت رولي 108 سوري. كيف قول واضح فاهمين علي؟ هاي اس عملت انا بقدر اعمل سبرايت، تعال نشوف حتى كيف التنوعات تاعته. هاي اس اس بنمحاها بعدين اياهن، بتقدر تشوف الانيماتسيا بعرفش ان هن اذا هن بيصوروا نفس الاشي. تعال نشغل شايفه؟ عارف اذا هن هذول يمكن اشتيت نوعات على فكره، واحد اثنين هاي او هيك، واحد هاي لازم بالاول، هاي الثاني طبعا بدك تلاقي لك شيء واحد عنيف او تحضر لك شويه اكشن. بتعرفي فاهم علي مش هون المشكله تاعتنا. هاي وحده بدي ازيد كمان عليه، انتبهي. بس انتبهي اذا شو بدي اعمل، شغله مهمه بدي ازيد عليه، نرجع الصوره بدي ازيد عليه كمان سيكونس، مفضل السيكونس من اللي ازيدهن لا يتعدوا عن 6 صور عن 6 فريم، عشان هيك باخذ اول مره السيكونس الطويل. كيف هسه بعمل انا؟ بدي ازيد من تحت، قديش هي عرضه؟ هي عرضه 129، بدي اياها تنقسم، بدي ازيد كمان واحد لازم يكون ازيد عليها كمان 129، 129 في 2 ده بيطلع 58. اوكي فشوفي شو بعمل. ايمج في عندك كانفاس سايز، شو هذا الكانفاس؟ احنا اللي بنعرف الكانفاس، الكانفاس هذا اللي مرسوم عليه هذول الصور. بعمل كانفاس ريسايز بزبط. تعال نشوف كل شيء بقدر يتصلح هنا. 250 58 اوكي. حلو، هي زادن هون، شفتي هي زادت الكانفاس. بروح بقص بالضبط جوفه 129 وبحاول احافظ على كفولوت ال 108. بنروح هناك على الصوره،
الصورة هيها بعدها هون على فكرة، تقدر تتنقلي بيناتن، تقنية جدا رائعة، لا هي فوتوشوب ولا اشي، ولكن جدا تعناخذ هاي، تعناخذ هذول الأربعة. فأنا بحاول انتبه هنا من تحت، هون بالشاشة من تحت ببين قدعنا عم بقص، فأنا ببلش هنا هون، بدنا المستطيل نعلم هون، طلعي بنزل 130، هاي 129، هاي 129 مزبوط. هسه بدك تحسبي لي 108 ضرب 4 400 مزبوط، و4 و32 432، شايفين مش راح يزبط لانه 442 لحديد طرف اجره، 439 قد احنا بدنا 432 مزبوط. فبدي ازيح كم صوره، بدشرهن اسا، باجي بعلم صوره معينه، تعال نزيح كل الصور عشان مثلا هاي الصوره بعيده حاسسها انا، باخذ هاي الصوره.